رايد كرة ثابتة، بندر الحربي يلعب كرة طويلة، الله جول التعاون، جول للتعاون، علي هزازي، علي هزازي أو محمد هزازي، محمد هزازي مدافع فريق نادي التعاون يتقدم ويلعب الكرة في المرمى، هدف أول لفريق نادي التعاون، التعاون يتقدم، التعاون يسجل الأسبقية في مرمى الرايد، 1-0 من كرة ثابتة. ذكرتنا قد تشكل خطورة على مرمى الرايد وشكلت خطورة فعلا من عرضية بندر الحربي إلى محمد هزازي، ومحمد هزازي يتقدم للتعاون، هدف أول التعاون. شوف الإعادة في كرة ثابتة ومحاولة وهدف.